دعاء الرفع من الركوع ركوع دي واجب با يهي دعاء دان لغو أخري أنا واسونا وي كسو توسيد دان لغسو توسي ركوع دا مركا لا استاغي سرچوغ الله يقان الاعتدال اعتدال وسرچوغ الركوع دا كدن بايا كا استناد سائسو تاكتا إساق واجب وي وقد كحسشو هذه جير أركانتا إن قد كحسشو سيد دقن وقفك أركانتي وقبكتا وحكينيا أذكارتنا وأخرية لكن هذا هل مرؤون سبحان الله يورنا إياه دي وحلقة بس يسعودي يسوى سعودي نميذون كقد عب مركا أذكارتنا أخرية دي وحكينا إيسا ركني قطو ما أني نظر الله إيه إلا لقو لإيمان أي الركوع دي إيه السجود دي إيه ما لها سحسلوني دي أذكارتنا قفك كساعي ليس دعاء الرفع من الركوع دعاء يا أمان وذكري يا أمان اسكتره سمع الله لمن حمده أيقف لي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مرك لبضن ميو اسكتر إياه إلى قفك مرنا كلي بتكن إياه مرنا وإمام مرنا ولتكن إياه ومأموم مرك بحوية إياه لبضن ميو اسكتر إياه سمع الله لمن حمده يا ربنا ولك الحمد هذا لين علماء قال كود ما دام الروايات كوسا ارورين قفكم مركو كليهي يا مركو امام يهي ويسكو دريا لكن مركو ماموم يهي يسقو ربنا ولك الحمد واخريا مركو امام كلا سمع الله لمن حمده وحو النبي يقول لي اذن كنا وحات الى هذان ربنا ولك الحمد امام كي سمع الله ودي قاتي مامومين تينا كان يقاضنا سمع الله لمن حمد إلهي ومغلا عدكم مهد نغضاه وأقبلاه ومغل أو أقبلته انتم مغلابك أقبلاه ربنا ولك الحمد إلهي وأذيك أيام مهد حمدا كثيرا مهد بلا طيبا وناكسا مباركا فيه لبركيي وكي النبي قال عليه الصلاة والسلام هم بليين يلها ننكي أخريي أذكارته أنت أخريي وحن أرك إيضا ملاقيك أي صوت ترتميس سيدي أي كله رقري الهاي مركان النبي هو تقرير يو صغي دعاء إني وناكسنتين لآخر يوم